عودة الكويت ورفع الإيقاف واستضافتها لخليج 23 مكسب حقيقي يحسب للاتحاد الخليجي وللعبة ولدول الخليج بشكل عام من جميع النواحي، هذا ما أجمع عليه الخليجيون. سعداء برفع الإيقاف أولا عن دولة الكويت الشقيقة واستضافتها لهذه البطولة التي كمان لها مكانة في قلوب الخليجيين. أنا أعتبرنا كلنا خليجيين فزنا لما حضرنا كلنا في الافتتاح، أنا أعتبر هذا أكبر فوز للخليجيين، لأنها سواء كانت للسعودية أو الكويت أو الإمارات أو قطر أو أي دول مشاركة، هذا هو إنجاز رياضي، لكن الفوز هو التجمع تحت مظلة، وكنا سعداء بوجود سمو الأمير وسمو ولي العهد، كانت لحظات جميلة جدا. شعار خليجي 23 كان دعوة للسلام ولم الشمل بغض النظر عن المكسب أو الخسارة أو من سيحمل الكأس. نعم ما يهم ياخذ الكأس، جينا ولنا أصحاب وأبناء عم كويتيين شاركونا في الجمهور السعودي وشاركناهم في الجمهور الكويتي. نحن كخليجيين ننظر لها فعلا أنها بطولة إماراتية مو بكويتية، من الواجب علينا اليوم أن ننجح هذه البطولة، فهي دعوة سيدي صاحب السمو أمير البلاد، وهذه الدعوة يعني نحس فيها أن هي مسؤولية يعني إعلامية كبيرة، ونجتهد ليل ونهار لإظهار واكتشاف الكويت بعيوننا نحن بطريقتنا الخاصة. حسن التنظيم والإعداد الذي بين وجه الكويت الحضري عكس مدى التقدم والرقي والخبرة التي يتمتع بها أبناؤها. بهرنا في يوم الافتتاح، الشيء الذي صار والله عمل 10 أيام حنا نشوف عبارة هذا عمل سنة، لو أنت جالس تنسق وجالس ترتب من سنة يمكن ما راح يكون نفس عبارة هذا، وما شاء الله ذاك التسييق دخول الملاعب وساحات الملاعب والأماكن والسوق وكذا والأماكن، والله الكويتيين طيبين، الكويتيين حلوين، الكويتيين إخواننا، كانوا يوصفوني نحن اللي أول مرة نجي الكويت ولكن حصلنا جميع التسهيلات جميع الأمور، لما نجي حتى أسواقهم مبتسمة كلها. ما كنا نتوقع أن يكون الحفل الافتتاح بهذه الصورة وبهذه الروعة، لضيق الفترة لإعطاء الكويت حق البطولة، تنظيم البطولة خليجي 23، واللي انطباع كبير جدا واللي كان ارتياح كبير جدا من قبلنا انه سميت هذه البطولة في خليجي للأبد. اتجهت أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب الكويت حاملين آمالا عريضة ليس في الفوز بحسب، وإنما ما تحمله من معان، وهو ما ترجم في عنوان خليجي 23 خليجي للأبد.